السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نواف صلاح، طالب سنة سادسة من جامعة المعرفة، واليوم أنا حاب أتكلم عن موضوع بحث أنا وزملائي مسوينها في جامعة المعرفة، والبحث بيتكلم عن موضوع مرض نفسي Muscle Dysmorphic Disorder اللي هي بالعربي الاضطراب التشوي الجسمي اللي عندها علاقة بالعضلات. أنا وزملائي حابين نجمع بيانات عن طريق الاستبيان أو بالجوجل فورم، ونوجه الاستبيان للطلاب الجامعي، أنا قصدي بالأولاد أو الرجال اللي بيروحوا الجامعة وبيروحوا الجيم في نفس الوقت. طبعاً ممكن تسألي نفسك ما هذه المرض؟ طبعاً ده مرض مشهورة في أمريكا وأوروبا، ونحن بنتوقع أن هي مشهورة في المملكة كمان. المرض دي هي عبارة عن الشخص بيروح الجيم، تمام، خصوصا ولد مثلا عمره 19-20 سنة بيروح الجيم، ولما بيناظر على المراية بيشوف نفسه مرة نحيف، يشوف نفسه مرة سمين، ولكن في الحقيقة هو ولا نحيف ولا سمين، شايف نفسه معضل، نحن كلنا شايفين هو معضل، فما عنده ولا مشاكل، لكن هو بالنسبة له هو من رأيه شايف نفسه انه في مشكلة في جسمه. فلما يشوف عنده مشكلة في جسمه يبدأ يكتشف لحل، وللأسف الشديد الحل بالنسبة له إنه هو بيستخدم الهرمونات الستيرويدز. فيستخدم الهرمونات والستيرويدز، وكلنا عارفين المضاعفات اللي بتصير في استخدام الستيرويدز في فترة طويلة يؤدي إلى أمراض القلب، وممكن في النهاية يؤدي إلى الوفاة. وطبعا من فين يجي هذا التفكير؟ للأسف الناس الشاب، طبعا ممكن يحصل على النساء لكن أكثر شيء بيحصل على الأولاد. بالنسبة للأولاد للأسف معظمهم التفكير دي تجي من السوشيال ميديا بسبب حاجتين. أول شيء البودي شيمينج، لما الناس يبعثوا صور سيلفي مثلا في تويتر وفي تيك توك، الناس بتنمر عليه، شكلك قبيح، شكلك نحيف، وده بيؤدي إلى الفلنجليزي للإنسيكوريتي، بيحس إنه أنا كشخصيتي مرة ضعيفة، أنا بسمع كلام الناس، وللأسف يؤدي إلى مشاكل في الصحة النفسية وعلى الصحة الجسدية. وهذا الشيء الأول، البودي شيمينج، التنمر في السوشيال ميديا. والثاني الشيء الناس مثل زروك، الناس المعضلين الانفلونسرز، مثلا خلينا ناخذ مثلا شخص مثل زروك. الروك دائما بيكذب، وطبعا ابليس بيعطيه كلاب ما شاء الله، لانه دائما بيكذب، انه بيقول لنفسه يقول قدامك انه انا شخص طبيعي، انا ما بستخدم هرمونات، بس باكل دجاج بروستيت وبشرب مي، وانا بيجي لي عضلات. فايش المشكله لشخص مثل محمد؟ محمد بيتابع ذروك، يسمع كلام ذروك، بيروح الجيم، بسمع كلام ذروك بالضبط، باكل بروستيت بشرب مي، بروح الجيم، واكتشف اني انا معدل، بس انا ما معدل مثل ذروك. فبيجيله اكتئاب، بيجيله توتر، بيجيله الافكار انه انا شخص مره ضعيف، مره نحيف، مره سمين، شكل قبيح، بس انت ما عندك ولا مشكله. بس للاسف التفكير ده بسبب ناس مثل ذروك وبسبب سوشيال ميديا بيؤدي الى تأثير في الصحة النفسية، بيؤدي لاستخدام الهرمونات، بيؤدي للشخص انه ما يتكلم مع اصدقائه مع عائلته، ويبدأ يغير الاكل تبعه، يغير الدايت تبعه، وللأسف يؤدي الى مشاكل كثيرة. طبعا انا ما قصدي انه كل شخص بيروح للجيم هيجي له هذه المرض، هذا مرض مو بكتيريا، هذا مرض نفسي ممكن يأثر بأنواع الأشخاص، لكن للأسف هذه مرض مرة كومن، ونحن حابين نسوي هذه البحث بسبب هذه الأسباب. كمان نحن حابين نسوي هذه البحث لأنه للأسف المرض دي في أبحاث كثيرة، أبحاث علمية نشرت في أمريكا وفي أوروبا، بس لكن ما فيش أبحاث نشرت في الشرق الأوسط خصوصا في المملكة. ونحن حابين نكون أول فريق ينشر بحث عن هذه المرض في المملكة، ونعرف كمية الناس ونسبة الناس اللي بتعارضوا بهذه المرض هون في المملكة. فإذا ما عندكم شيء أي مانع، الاستبيان عبولوني الاستبيان قدامكم، ما هياخد منكم أكثر من دقيقة. وإذا بتعرفوا أي شخص طالب في الجامعة ويروح الجيم، بالله أبعث لهم الاستبيان. شكرا جزيلا لسماعتكم، ويعطيكم العافية.